مواعيد ثقافية كثيرة ونشاطات رح نكون على موعد معه، وبيتقبل السفير السعودي علي عواد عسيري وأركان السفارة التعازي بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقاعة مسجد محمد الأمين وسط بيروت من الساعة 10:30 لغاية الساعة 1 الظهر، ومن الساعة 3:30 لغاية الساعة 7 مساء للرجال والنساء. بمناسبة مرور 40 عاما على غياب كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وبدعوة من لجنة تكريم رواد الشرق، رح يشهد قصر اليونسكو على مهرجان لأحياء الذكرى بيبدأ من يوم السبت 31 الشهر ليستمر لغاية 3 شباط تاريخ غياب أم كلثوم. منشير إلى أن السيدة أم كلثوم سبق وغنت بقصر اليونسكو مرتين بالعام 1954 و65. الحدث رح يكون بالتنسيق مع وزارة الثقافة بلبنان وبمشاركة الأوركسترا الوطنية بقيادة أندري الحاج، وأيضا بيتخللوا العديد من المحطات التكريمية ومشاركة 4 فنانات من الدول العربية بالإضافة إلى حضور رسمي. بدعوة من جمعية مهرجان الصورة ذاكرة واليونيسف، معرض الصور الفوتوغرافية لحظة 2، 500 كاميرا ل 500 طفل بتجمعات النازحين السوريين تم تدريبهم لمدة سنة لنقل الواقع يلي عم بيعيشوه من خلال عدسة الكاميرا. تم افتتاح المعرض على مسرح المدينة ورح يستمر لغاية 27 الشهر. ضمن العروض الأسبوعية اللي بتشهدها جامعة الأنديو ضمن سيني كلوب، اليوم موعد مع فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind للمخرج ميشيل غوندري. العرض إذن اليوم الساعة 7 المساء، ومثل العادة جلسة حوار مع الأستاذ أميل شاهين بعد عرض الفيلم. Sorry? I just said hi. What Howard gives to the world? To let people begin again. It's beautiful. She's there with this guy. And she looks at me like she doesn't even know who I am. Kaczynski was not happy and she wanted to move on. My name is Joel Parrish. بعمل جديد بيعود رفيق علي احمد الى خشبه المسرح من خلال وحشه، إذن على خشبة مسرح مونو، بيتناول قصة رجل مشرد على الطرقات، أولاده مهاجرين ليبقى وحيد بالشوارع وينقل سيرته الذاتية وحال البلد. العروض بتبدأ من الساعة 8:30 لغاية الساعة 10 المساء. مسرحية جديدة لجو قداح عم بينقل من خلالها تجربته يلي عم بيعيشها كوالد، مرحلة ما قبل الزواج وما بعد الزواج، وأكيد علاقته مع بنته بعمل جديد بيحمل عنوان دادي. رح يبدأ عرض هالعمل على خشبة مسرح الجميزة من 6 شباط لغاية 22 الشهر. صغير أمي كانت تغني لي أغاني كتير ناعمين، يا لينا يا لينا لا تبعلك طير الحمام اونديك داعش اتاجريسيف. دادي لجو قداح على مسرح الجميزة كل جمعة سبت وأحد من 6 ل 28 شباط الساعة 2:30 المساء. للحجز 76 409 109 أو مكتبة أنطوان، الموقف مؤمن.
ضمن برنامج زكي نصيف الموسيقي اللي عم تشهده الجامعة الأمريكية ببيروت، أمسية بتعود فينا على الخمسينات بين القاهرة وبيروت، تجمع الفنان ألي رزق الله والموسيقى جون فياض. الموعد إذن يوم الخميس المقبل الساعة 8 المساء. لتبعد عني وتشغلني، ودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما من المحطات الثقافية اللي صارت ثابتة مهرجان فوتوماد بالدورة الثانية، حدث عم يلقي الضوء على أعمال المصورين الشباب من مختلف بلدان العالم مثل إيطاليا، الجزائر، فرنسا، اليابان وغيرها. المهرجان تم افتتاحه امبارح الأحد ومستمر لغاية 11 شباط بالمركز الثقافي الفرنسي من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 6 المساء. معرض البحر المحطة الأخيرة، مشروع النفايات البلاستيكية، معرض بيختصر قصة وتاريخ البلاستيك من إنتاجها حتى تصريفها والتدابير والممارسات التصحيحية يلي من المفترض أنه نعرفها. هالمعرض التثقيف البيئي عم تشهده أرتيوم بالكارنتينا ومستمر لغاية 28 شباط من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 5 بعد الظهر. هيدا كانت جولة سريعة على أبرز المواعيد الثقافية. رح نرجع ننتقل عن جوال لحتى نشوف حركة السير لليوم الاثنين. حركة السير لليوم الاثنين نشطة جدا بحسب ما عم شوف من جسر سليم سلام. رح نعمل الجولة اليومية عم نشوف حركة سير ناشطة وعم يمشوا السيارات كتير على البطيء، يعني عجقة. ننتقل إلى رومبوان صيدا، كمان حركة ناشطة بس ما في توقف للسيارات. ومن صيدا منروح إلى جونية، ومثل كل نهار تنين جونية بتشهد على حركة كثيفة جدا خاصة باتجاه بيروت. ننتقل إلى غرفة التحكم للمرور ببيروت. صباح الخير. ألو، موجود؟ عم بسمعكم. صباح الخير. وطي صوتك يا حنا. استاذ محمد موجود؟ الو، مرحبا. ايه يعطيك العافيه. مين معي؟ ايه مرحبا، هلا محمد معتوق. اهلا وسهلا، تفضل. ايه يعطيك العافيه، صباح الخير. ولألك كمان، ما كنتوا عم تسمعونا قبل. ايه لانه كان الصوت شوي واطي. بالنسبه لحركه السعر، تفضل. حركة ناشطة جدا خاصة على مدخل الشمالي لمدينة بيروت. نعم. كان ضغط قوي، يعني فينا نقول ببلش من النقاش على الاوتوستراد لوصولا للفرن ببيروت. عندنا حركة على هذا المحور. نعم. ضغط سير اليوم الاثنين. المدخل الجنوبي كمان عندنا حركة ناشطة على ما انفاق خلدة. بيرتاح السير باتجاه المدينة الرياضية، بلش عندنا حركة سير قوية باتجاه وسط بيروت نفق سليم سلام. نعم. على الجبل عندنا حركة ناشطة دون توقف صعودا ونزولا. هاي مداخل بيروت الثلاثة. عندنا داخل العاصمة يعني تشهد حركة ناشطة جدا من برج مر باتجاه الحمراء وعلى كورنيش المزرعة والمتحف العدلية. نعم. عندنا ضغط سير من جسر الفيات باتجاه دخولية سوق السمك الفرن دي بيروت. نعم. ضواحي بيروت عنا تشهد حركة ناشطة جدا خاصة صالومي الحايك جسر الواطي باتجاه سوق الأحد. هذا بالنسبة لحركة السير ضمن بيروت وضواحيها. نعم. بالنسبة لحوادث السير خلال 24 ساعة الماضية، صار عنا أربع حوادث نتج عنهم أربع جرحى. الحمد لله على السلامة، ما في ضحايا سير اليوم. لا الحمد لله. الحمد لله. اوكي، في اشغال على الطرقات كان مبدئيا اليوم معنا اي ورشة اشغال على الطرق. بالنسبة ليوم الاثنين ما فينا ما بيكون في اشغال بهذا الوقت. ما بيكون في اشغال، يمكن لانه بتكون حركة السير ناشطة جدا نهار الاثنين. اكيد، لانه نهار الاثنين بيكون اول اسبوع بيكون في حركة. نعم. انشط من غيرها. شكرا لك، يعطيك العافية. بنحكيكم بكره لمزيد من التفاصيل حول حركة السير صباحا. نحن رح توقف مع بريك اعلان جديد، بنرجع بنتابع اخبار الصباح.